قطاعين الطرق، قاتلين النفط المحرمة، وآخرها في هذا الأسبوع قطع لسان أحد الشعراء والأدباء. هذه هي المقبلات، هذه هي مقبلات للمشروع المتخلف لقوى الفوضى. هذه هي المقبلات، تليها قطع الأرجل والأيدي من خلاف، ثم قطع الرؤوس. هذا هو المشروع، هذا مشروع القوى المتخلفة، القوى الرجعية، القوى المتطرفة، قوى الإرهاب، قوى الإرهاب. تحية لكم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم أينما كنتم على مشاعركم، وأنا أؤكد لكم أننا سنوقف معكم ثابتين مثل ما هو جبل عيبان وشمسة. وأني أوجه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مطاردة وملاحقة أولئك الذي قطعوا لسان هذا الأديب الشاعر وتقديمهم إلى المحاكمة، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين أو مخربين، أياً كانت صوتهم. فعلى الأجهزة الأمنية أن تتحمل مسؤوليتها بإلقاء القبض على أولئك المجرمين الخونة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.